يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا والذهب عنك صار وصال نعطي صبرا نجود أجرا والله يرانا ويسمعنا. حبايب قلبي ما تنسوش تشتركوا مع اعضاء الفريق وتخشوا تشوفوا هم عاملين لكم ايه النهارده. احنا هنعمل ان شاء الله البسكويت بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله مقاديرها مظبوطه، بس اهم حاجه تشوفي نوع الدقيق، لان في دقيق بيشرب السمنه ودقيق لا. فلو العجينه القمح بيبقى اللي هو القرطاس بيبقى عايز العجينة تبقى طرية شوية، أما المكنة العجينة بتبقى ناشفة، فأنت حاولي تزبطيها على قد ما تقدري. لو طلعت سايحة منك هتزودي دقيق، لو طلعت طرية هتزودي دقيق، لو طلعت ناشفة هتطريها باللبن. يا رب إن شاء الله الفيديو يعجبكم. ودي طريقة إن شاء الله بإذن الله مظبوطة للمكنة وللقرطاس بالإمكانيات اللي عندك. وأهم حاجة اللي أنت تختبريها قبل ما تشتغلي في أي حاجة، نصيحة في أي نوع من الكحك أو البسكوت أو البودفور، لازم تبدأي الأول بنص كيلو. لو أنت هتبدأي في عمايل الكحك الأول مرة تبدأي بنص كيلو، على اساس ان شاء الله ينجح معاكي ابتدي كبري الكميه زي ما انت عايزه. واهم حاجه الاختبار اللي هو بتاخدي واحده تخبزيها كده في الفرن الاول وتشوفي النتيجه ايه، على اساس الواحده اللي انت هتخبزيها دي هتظبطي بيها بقيه الكميه كلها. يا رب بس الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وهتبقي استاذه باذن الله في الكحك والبسكويت والبودفور، وهتعملي كل حاجه في بيتك لاولادك والجوزك، وهيدعوا لك ان شاء الله، وهتبقى فرحه باذن الله في العيد. النهارده هنعمل لكم البسكويت النشادر بطريقه سهله والطعم روعه، جربي واعملي، هتعملي كمية كبيرة بالكيلو في بيتك بإيدك وهتفرحي بالنتيجة، والله طعمه جميل وزي المحلات الشهيرة اللي بره بالظبط. بنسويه في البيت بإيدينا، بص من تحت القعر عامل ازاي في الفرنة بتاعت البيت اهو، وده شكله من جوه اهو، هش وجميل ورقيق زي ما انت شايفاه اهوت. ونخش على المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بسكويت النشادر. هديكم المقادير على قد كيلو، معانا كيلو دقيق، معانا كوبايتين من دي مليانين سكر بودرة مطحون، ومعانا البيض هتحطي 8 بيضات، الكيلو بياخد 3 بيضات لو كبار، لو صغيرين بتحطي بيضتين ونص، ومعانا على النص كيلو سمنه او زبده اللي الماده الدهنيه اللي انت بتحبيها، وباكو بيكنج باودر وباكو فانيليا، ونص كوبايه لبن دافي هنحط فيه النشادر. انا بديكم مقادير مقادير الكيلو، ومعانا نص معلقه صغيره بتاعت الشاي نشادر. اول حاجه هنعملها هنحط السكر على السمنه كده اهي ساقعة بدرجة الغرفة، طبعا ما بتقدحهاش بتبقى باردة. بتحطي السكر وهتضربيه في المضرب الكهربي، لو ما عندكيش بتفضلي تدعكي بايديه لغاية ما يبقى زي الكريمة. يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده يبقى عامل زي الكريمة بالطريقة دي، بنشغلي برضو وننزل بيضة بيضة كده، بتنزلي واحدة واحدة وهو بيضرب برضو واحدة واحدة، تنزلي واحدة واحدة ونحط الفانيليا
اول ما تختفي تنزلي باللي بعدها على طول. هنحط الدقيق عليه رشة ملح، رشة ملح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحط البيكنج باودر وتقلبي الدقيق قبل ما ينزل على العجينة. البيضة اهو ده عكنا بقى، وصل للدرجة دي زي ما انتوا شايفينه. تقلبي البيكنج باودر كده في الدقيق، وهننزل الدقيق كده. ونحاول بقى ندخله في البيض واللبن والسكر اللي احنا ضربناه. العجينة هي يا جماعة دخلنا اللي بتدخلي، بتفضلي تدخلي السمنة والسكر اللي ضربتيهم مع البيض، بننزل واحدة واحدة لغاية ما تدخل وتلاقيها كده بقت نعمت بالطريقة دي. حطينا النشادر على اللبن وسبناه بتاع 5 دقايق تبقى عاملة زي اللبن الرايب كده. هنضيف على العجين حبة حبة، نشوف هنحتاجه كله ولا لأ، وتلمي. اللبن اهو، حطينا اللبن، بقت العجينة كده عشان احنا هنعمله في قرطاس. القرطاس بتبقى العجينة سايحة شوي. لو عايزة تعمليه بالمكنة بتقللي نسبة اللبن او بتزودي دقيق، بتحطي نفس نسبة اللبن وتزودي كبش الدقيق كده، هتلاقي العجينة مسكت عشان المكنة العجينة بتاعتها بتبقى ماسكة، انما القرطاس بتبقى عاملة كده. ورجعنا لكم يا جماعة مع الخبيز. بتشغلي الفرن على 180 على الهادي في الرف اللي في النص، اول ما بيصفر القهر بتروحي مطلعاه على الشوايه على الهادي وتفضلي متابعاه لانه ما بياخدش وقت. بص بالشكل ده كده اهو، بتبقي متابعاه وبيتسوى على الهادي. بنكمل الكمية بقى، احمد ابني هو كل سنة وانتو طيبين بيساعدني، هو اللي بيساعدني عشان محمود بره. المكنة احنا زودنا 1/4 كيلو دقيق على الكمية اللي اديتهالكو على الكيلو، حطيت كمان 1/4 كيلو دقيق عشان المكنة بتعمله تخينة. انا عملت شوية بالقرطاس وشوية بالمكنة عشان احمد بيحب يشتغل بالمكنة. يلا يا احمد كلهم كل سنه وانتم طيبين يا احمد. كل سنه وانتم طيبين. احنا على فكره عملنا الكحك ونزلناه لكم، انما اليوتيوب في مشكله مش عارفه ايه هي، بس هننزله ان شاء الله. يلا يا احمد بترصيه بالطريقه، بتبقي دهنه طبعا الصاج زيت من تحت عشان البسكوت ما يتحرقش. تدهني بس، تدهني الصاج وتمسحيه بالمنديل تاني عشان ما يلزقش في قلب الصاج. عايزه تعملي بالقرطاس، عايزه تعملي بالمكنه اللي يريحك. المكنه بتحطي 1/4 كيلو دقيق كمان، يعني يبقى 1.25 كيلو دقيق عن 1/2 كيلو سمنه عشان المكنه بتبقى تخين فيها شويه. يبقى بالطريقة دي.